صباح الخير. صباح النور، كل عام وانتم بخير. عيد مبارك. احبكم كمان حبايبي، احبكم. شكرا. تبغوا العيدية الحين؟ ايوه. طيب يا حبايبي خذوا، تستاهلون. عيد مبارك. السلام عليكم، صباح الخير. اليوم اول ايام عيد الفطر 2016، الساعه 5:30 الحين، ما نمت الا يمكن ساعتين. هذه هدايا العيد للاطفال في عائلتنا. صلاة العيد هنا بدري مقارنة بريطانيا. بريطانيا 8:30، 9:30، 10:30 مدلعين، يلحق الواحد ينام شوية. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله. وانا بيت عمي ابو احمد، يعطيك العافيه احمد، كل عام بخير. هذا اسمه مقلقل. ما شاء الله، ورونا هداياكم. هذا بابي، ها ورينا، مره مبسوطه ما شاء الله. وانت جالك هذا كله، هذا حق اولاد عمتك، هذا حق ايمان. ايمان هذه هداياتك؟ ايوه. ما شاء الله تبارك الله. مبسوطة؟ بابا. Can you open me sweets? Open it, please. Got it. Just scared me. إلا فجاني شوية. Okay. عجبه. طبعا لازم نتصور كل العيد. جاهزين ابتسموا، واحد، اثنين. يعمل هذا الشيء. يلا تمام؟ أجل؟ يلا يلا كذا يلا. هذا الصباح فتحوا هداياهم مع قريباهم، اولاد اختي، بعدين لعبوا لعبة بحث عن الكنز. هذه لعبة خططتها امي الله يحفظها، جدتهم، حبت هدايا في البيت واعطتهم الغاز لازم يحلوها حتى يعرفوا فين الهدايا. يدخل المجلس من هنا ويطلع من هنا كل شوية مبسوط. جانس يجري معاهم. ايمان، يوسف. اليوم حتى المدام بترتاح، ما في طبخ اليوم، طلبنا بيتزا. على فكرة الحمد لله ما عندنا خدامة، ولا مرة في حياتي جبنا خدامة. يقول حار البيتزا، حار. Which one do you think I should have? ما اعرف، انت اختاري. No, you suggest. انا ما كنت اعرف انه باتشي شركة لبنانية. I don't like الأصل. This. I want this. حسبتها شركة this. سعودية. Do you wanna come out? نحاول يطلع. هذه هدية يوسف العيد. هنا بابن فندق، شوف الغرف كلها مفتوحة لسه. أنا سيمان خلاص انبسطوا في كيدزينيا مع أولاد عمتهم، فأنا وأمي يوسف راح ناكل نتعشى هنا بدون أنا سيمان. يوسف أمي ما تقدر تنتبه له، عشان كذا ناخذ معانا. عنده كل هذا الالعاب ما شاء الله عشان نقدر ناكل براحتنا بدون ما يزعجنا. عندهم طالة في الفرع هنا في المطعم. هذه مقبلات. يقول مرة بارد، very cold، مرة باردة الموية. والله حوحشني كثير هو وانس ايمان ما يسافروا. احلى شيء انه امسك كذا واحضنه. الحمد لله هذا رزقني لي ولاخوانه. يلا من زمان ما سمعته يقول انه اسمه. اوه اسف، شوفوا ايش يسوي لما نقول له وقت النوم. بيد تايم؟ يلا. لا. الا بيد تايم، يلا ابسيت. سليب. يوسف طالع في الشاشة. سليب. لا.
يا ما ليش قاعدة لسه صاحية؟ يها يلا وقت النوم. يلا يلا نام. يوسف لسه صغير عادي. هو بينام على سريرك أنس. كذا مبسوط ها؟ طب أنس فين ينام؟ فين هتنام أنت أنس؟ لا أنت هتنام هنا. يبي ينام جنبنا. في الفلوج اللي فات تكلمت عن عيد الفطر وقلت هذا الكلام، اهم شيء بالنسبه لي في العيد ان الاطفال يستمتعوا فيه، خلينا نحاول نسعد جميع الاطفال في حياتنا باقصى جهد، خليهم يذوقوا ذوق المتعه في العيد، خليهم يتعلموا ان الطز في الكريسماس وعياد الكفار احنا عندنا عيد ما في زيه. كثير مسيحيين علقوا على هذاك الفيديو وعبروا عن غضبهم على الكلام اللي قلته. الهدف الرئيسي من هذه الفيديوهات هو ترفيه وهذه القناه لجميع الناس مهما كانت ديانتهم. كلمه كفار ما كانت مستهدفه على المسيحيين، كان قصدي جميع اعياد غير المسيحيين. ندمان اني استخدمت كلمة كفار لاني ما رأيت مشاعر المسيحيين اللي بيتابعونا، والله ابد ما اقصد اني زعل اي احد منكم، واستخدمت كلمة كريسمس لانه يمكن اكبر عيد محتفل في العالم، وقلت خلينا نعلم اطفال المسلمين يعني طز بالكريسمس، طز نستخدمها كمعنى لا تهتم، ما كان قصد الشتيمة والله، بس المقصد نعلم اطفالنا انه ما يهمهم ان المسيحيين ما شاء الله عندهم احتفال كريسمس، احنا عندنا عيد. ما يهمهم الأعياد الثانية بالأديان الأخرى. أنا أحترم جميع الناس كبشر مهما كانت ديانتهم، والدليل إنه لما عزمت أليكس مثلاً زواج ابن عمي ما كنت أعرف إنه مسلم، والله ما عرفت إنه مسلم إلا في الزواج نفسه. إذا كان مسلم أو يهودي أو مسيحي أو مهما كانت ديانته ما كان راح يفرق معاه من ناحية تعاملي معه. خلاني في بريطانيا هم مسيحيين، أمي الله يحفظها أسلمت، بس في احترام شديد بيننا، ما في اي مشاكل. حتى لما كنا ساكنين بريطانيا خالي كان يعزمنا يوم الكريسماس للغداء، هم كان ياكلوا الديك الرومي وكان يشتري لنا دجاج حلال مخصص لنا. المسلمين والمسيحيين يؤمنوا بان هناك اله، لكن يختلفوا بعيسى عليه السلام. احنا مسلمين نؤمن انه رسول من الله وليس اله عكس المسيحيين، مع انه ما قد ذكر في الانجيل اعبدوني انا اله، ما قد ذكر كلمة اعبدوني. احنا نحترم عيسى ونحبه ونعزه عشان كذا نتبعه بإيمان الله وحده لا شريك له. ما ابغى اطول في الكلام، بس ابغى اعتذر اذا جرحت شعور احد، ابد ما كان قصدي. اكيد راح اغلط بعض الاحيان في هذه الفيديوهات، انا انسان وانا انسان يغلط، سامحوني اذا غلطت عليكم. ابغاكم تستمتعوا بهذه الفيديوهات وتعيشوا حياتنا معنا، والله انا ازعل اذا عرفت انه احد منكم انجرح شعوره من خلال هذه الفيديوهات. جاء صندوق العيد من شركة بوكس، يلا نفتحه. جاهزين؟ جاهز؟ يلا نفتح صندوق مع بعض. اوه ما شاء الله. واو قميص. اوكي. شوي 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 يوسف. اوكي ويت استنى. طيب قميص شكله مرة حلو. آخر مرة جابوا لي قميص باتمان صرت ألبسه كثير، يمكن لاحظته في البلوجات. قوارير للسفر. هذا اتوقع راح استفيد منه كثير، بالذات لما ازور حدائق مائيه مثلا. غلاف او كيس ضد الماء ممكن تحط فيه اي شيء صغير حتى الجوال مثل الايفون. واكس الشعر واللي عندي خلص، كنت احتاج كمان. مره ثانيه هذه اللي جت لنا، قميص، قوارير سفر، واكس حق الشعر، عطر او عود، وغلاف الايفون مضاد للمويه. معلومات شركة The Box اسفل الفيديو، اللي يبغى يشترك معهم تستاهل الخدمه صراحه، يرسلوا لك اشياء حلوه كل شهر. يعني وغالبا اشياء من برا، مثلا هذا القميص من امريكا ما شاء الله. بيلعبوا جاست دانس ضد بعض، ها كل واحد معاه جوال، لان هذه اللعبه لازم يكون معك الكاميرا او الجوال، تشيل جوال معك ايفون صح؟ نزل برنامج على الايفون وتلعب به. في نتلة هنا صغيرة ما حد يبغاها، قلت لأهلي أعطيه للسواق، قاعد يضحك علي يقولوا كيف تعطي نتلة للسواق؟ إيش فيها؟ أنا أنا. أنت تبي نتلة؟ افتح فمك يا. وشكرا لكم على المتابعة، هذه نتائج التصويت الأخير، ما شاء الله أكثركم طلع طلاب، 2% عاطل، الله يرزقكم بوظيفة جيدة، وأنتم عاطلين حاولوا تطوروا نفسكم، تعلموا لغة مثلا على الإنترنت، لا تفقدوا الأمل، وادع الله وإن شاء الله تجيكم وظائف جيدة. وقدامكم الفلوج الأخير، وهذا الاثنين راح ينزل مقلب جديد على قناتنا الثانية، المقلب جدا مضحك، لا يفوتكم. وأنهي هذا الفلوج بحكمة قالها جورج واشنطن: It is far better to be alone than being bad company. من الأفضل بكثير أن تكون لوحدك من أن تكون بين صحبة سيئة.
يعني إذا كان عندك الخيار إنك تكون لحالك أو إنك تكون بين ناس لكن بيأثروا عليك بطريقة سلبية، كن لحالك، لا تمشي مع أصدقاء سوء. تشوفونا في فلوق جاي إن شاء الله، مع السلامة.